التدريب في المرحلة المبكرة مهمة جدا، والتدريبات مستمرة يعني، وممكن يتلقاها تاني على المنصة. ولكن احنا بيهمنا جزئية أسس اختيار شريك الحياة، ودي بنأكد عليها مع طلبة الجامعة الصغيرين، ان هم مهم جدا يبقوا فاهمين دي. الحاجات دي بتفضل جوه الشخص، لان طبعا كل في المرحلة العمرية دي مهتمين جدا بالجزئية الأسرة وبناء الأسرة. الخطوة مهمة جدا، 50% من نجاحها بيعتمد على الاختيار الصحيح. فاحنا بنشتغل بشكل مكثف جدا مع شبابنا اثناء التدريبات، بما يعني يضمن لينا ان المعايير والمعايير الاساسيه تفضل معانا. يعني نقطه تانية حابه ان انا اقول ان المجلس الاعلى للجامعات المصريه كمان اعتمد المنصه الرقميه بدءا من العام الجامعي الحالي 2020-2021، ان المنصه هتكون متطلب تخرج اختياري. والحقيقه دي كانت فرصه كويسه جدا لينا، لان الجامعات المصريه بتخرج حوالي 480 الف طالب وطالبه. فيعني طبيعه التدريب والتفاعل عليه، احنا بنبقى يعني عاملين ستريس قوي ان اهم المعاني توصل لهم في خطواتهم الاولى. هل هو الزامي ولا اختياري يا دكتور رندا؟ هو متطلب تخرج اختياري حاليا. احنا بنعمل حاليا مع المجلس الاعلى للجامعات ان احنا نحاول ان احنا نخليه الزامي، ولكن هي كخطوه اولى خطوه جيده جدا، لانها وفرت علينا التدريبات اللي بتتم طبعا على الارض. احنا كنا عايزين نوصل ل 27 جامعه، والموضوع طبعا بياخد وقت، وفي نفس الوقت انت النهارده بتضمن ان انت بتوصل لاكبر قاعده مستفيده. ده ممتاز جدا. عايز اعرف معاك المده اللي بيقضيها الشاب او الفتاه في التدريب داخل برنامج مواد. وطبعا لو تحولنا من الشباب اللي هم المقبلين على الزواج للازواج بالفعل اللي ما بينهم بعض المشكلات، عايز اعرف من حضرتك برضو المده الزمنيه اللي بيستغرقها الموضوع هنا او هنا. التدريبات طبعا بتختلف هتتنفذ فين. يعني احنا لو بننفذ داخل الجامعات، التدريب بياخد حوالي 6 ساعات، وبيبقى تدريب تفاعلي. مكلفين الخدمة العامة نفس الشيء. داخل مراكز الشباب، يمكن احنا طورنا المادة العلمية وخليناها كلها تبقى أنشطة عشان تتناسب مع طبيعة الفئات اللي بتتردد على مركز الشباب. الناس رايحة مركز الشباب، بالشباب رايح يبسط ويقضي وقت ظريف، حولناها لمجموعة من الأنشطة فبتاخد حوالي 4 ساعات. لو اتكلمنا عن التدريبات التخصصية اللي بتتم للمخطوبين مع بعض أو المتزوجين مع بعض، هي بتتراوح ما بين 6 ل7 ساعات، لأن بيبقى فيها جلسات، يمكن جلسة الصحة الإنجابية بتاخد وقت طويل بعض الشيء عن باقي التدريبات. فهي بتعتمد على الفئة اللي احنا بنستهدفها وطبيعة المكان اللي احنا بندرب فيه كمان.